الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البرنامج نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ونتحدث معكم اليوم عن حلقة مهمة نتذكر فيها يوما من أيام الله وهو يوم عاشوراء ومعنى عاشوراء اي العاشر من شهر الله محرم وسنتحدث عن شهر الله محرم بالتفصيل وعن باقي الشهور الهجريه فمعنى عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم الذي نصوم فيه والصيام فيه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عشت لأصومن التاسع والعاشر أي التاسع من شهر محرم والعاشر من شهر محرم لأنه صلى الله عليه وسلم صام اليوم العاشر. ومعنى وذكرهم بأيام الله أي ادعهم أن يتذكروا هذه المناسبات الجليله والعظيمه فالهمم تكسل احيانا وتحتاج الى تنشيط واذا ما تذكر الانسان هذه الايام التي سماها الله سبحانه بايام الله فهي ادعى الى تنشيط الهمم والعزائم وهي ادعى الى تنشيط الايمان وتجديده حتى هذا الايمان يحتاج الى تجديد الانسان يعيش بهذه الهمه وبهذه العزيمه وبالثقه بالله سبحانه وتعالى وبالايمان به سبحانه دائما يحتاج الى هذه الطاقه الايجابيه فالفائده من التذكير بايام الله كيوم عاشوراء كشهر رمضان كالاسراء والمعراج ان تنشط هذه الهمم وان يتجدد الايمان ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور هكذا يقول الله سبحانه وذكرهم بأيام الله فائده التذكير بايام الله بناء الوعي عند الناس تجديد الايمان اخذ العبره والدروس من الاحداث الماضيه فائده التذكر بايام الله التذكر فيما كان من نقم الله وعقابه فيمن طغى وتكبر وتجبر، فالانسان اذا تذكر ان الله سبحانه وتعالى انتقم ممن طغى وتجبر، ابتعد عن الطغيان والمعصيه والذنب. والتذكير بما كان من نعم الله فيمن اطاع وشكر ان الله سبحانه وتعالى كافاه على طاعته وعلى شكره وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان انظر الى هذا الحال الطيب فما قابلوا النعم بالشكر والنعم لكي تستمر معك ولكي تدوم بحاجه الى الشكر والشكر هو التوجه الى الله بالشكر والتوجه الى الله بالطاعه والا تستخدم النعم في معصيه الله هذا هو الشكر وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله تركت شكر النعمه فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون اذا نحن بحاجه الى التذكر والتذكير بايام الله وذكرهم بايام الله لماذا؟ لبناء الايمان في القلوب ولتجديد هذا الايمان الذي يخلق اي يصير قديما كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الايمان يخلق في جوف احدكم في صدرك وفي قلبك كالثوب القديم فيحتاج الى تنشيط، يحتاج الى تجديد ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بايام الله ثم دعانا القران الكريم ونحن نتحدث عن يوم عاشوراء قال قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله لا يرجون ايام الله اي ينبغي على الانسان ينبغي للانسان ان يطلب هذه الايام وان يتذكرها وان يستعد ليوم عاشوراء وان يستعد لشهر رمضان وان يستعد للاسراء والمعراج وان يستعد ليوم عرفه ان يتجهز بقلبه وبايمانه وان يتوجه بالشكر الى الله سبحانه وتعالى نقف عند يوم عاشوراء قلنا هو اليوم العاشر من شهر محرم ما قصه هذا الشهر شهر محرم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان أن تصوم في شهر الله المحرم وهو من الأشهر الحرم فالأشهر الحرم أربعة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ما فائدة الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم الثواب فيها مضاعف الاجر مضاعف واذا قام الانسان بالذنب او بالمعصيه او بالظلم فهو مضاعف ايضا ولذلك قال ربنا فلا تظلموا فيهن انفسكم وشهر محرم هذا من الاشهر الحرم منها اربعه حرم وبالمناسبه بدايه التقويم الهجري يبدا من شهر الله محرم والذي قام بهذا التقويم هو سيدنا عمر لانه جاءه كتاب يقول انه حدث في في شهر شعبان كذا فقال سيدنا عمر اي شعبان في اي عام فجمع الصحابه وقال لا بد من وضع تقويم فقال بعض الصحابه نبدا بعام الفيل وقال بعضهم بل نبدا بمبعث النبي وقال بعضهم نبدا بالهجره وقال بعضهم نبدا بانتقال النبي فاختار سيدنا عمر الهجره واختار البدايه بشهر الله محرم لماذا لان هذا الشهر يقع بعد فريضه الحج بعد ان يعود الانسان طاهرا مبرأ من العيوب والذنوب حتى الذي لا يحج صام عرفة وصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده إذا الإنسان عاد طاهرا مبرأ من العيوب والذنوب عاد بصفحة جديدة بوجه جديد مضيء منير فقال نبدأ بشهر الله المحرم يكون بعد موسم الحج ثم جاء الترتيب بدايه السنه بشهر محرم ثم صفر وهذا الشهر كان العرب يتشاءمون منه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحب التشاؤم فاذا وجدت انسانا يتشاءم فابتعد عنه جالس من يحب التفاؤل محرم صفر ثم ربيع الاول ثم ربيع الاخر ما ينفعش نقول ربيع الثاني لاني لو قلنا ربيع الثاني يبقى معنى كده في ربيع ثالث ورابع وخامس ثم جمادى الاولى كان الماء يتجمد في هذا الشهر يتجمد الماء في هذا الشهر ثم جمادى الاخره ثم بعد ذلك كده اتممنا سته اشهر ثم بعد ذلك ياتي رجب وشعبان ورمضان وياتي شوال ثم ذو القعده وما نقولش ذو القعده ذو القعده ثم ذو الحجه. ده نهايه العام الهجري. يبقى نهايه العام الهجري ذو الحجه وبدايته شهر الله المحرم والذي وضع هذا التقويم هو سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. اذا شهر الله المحرم من الاشهر الحرم الذي نحن فيه الان. فعلى الانسان ان ينتبه ان الاجر والثواب مضاعف وان الذنب والمعصيه هذا على راي بعض العلماء من العلماء من قال ان الذنب لا يتضاعف فالسيئه تكتب سيئه ولكن هناك من العلماء من قال ان الذنب ايضا يتضاعف وهذا يعني ان قلنا بهذا الكلام هذا من باب الزجر ومن باب التحذير من حدوث الذنب في هذا الشهر المبارك فهو من الأشهر الحرم وينبغي لنا أن نعلم أبناءنا هذا الترتيب أن العام الهجري يبدأ بشهر محرم ثم بصفر ثم بربيع الأول ثم بربيع الآخر ثم بجماد الأولى ثم جماد الآخرة ثم رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ذو القعدة ذو الحجه. هذا هو العام الهجري على هذا الترتيب وكما قلنا اختار سيدنا عمر شهر الله المحرم ليكون بعد فريضة الحج. وربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم ثم ننطلق الى نقطة في غاية الأهمية. الآن عاشوراء هل نصوم العاشر؟ وهي ما تسمى بعاشوراء أم نصوم التاسع والعاشر أم نصوم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ وما هي مراتب الصيام؟ يعني أفضل الصيام؟ وما الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سنتعرف عليه إن شاء الله بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد ونكمل الحديث عن صيام عاشوراء وما هي مراتب الصيام في عاشوراء الافضل ثم الافضل ثم الذي يليه وما الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العاشر من شهر محرم اللي هو عاشوراء فقط لكنه قال صلى الله عليه وسلم: ان عشت لأصومن التاسع والعاشر، يعني اليوم التاسع من شهر الله محرم واليوم العاشر من شهر محرم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وما صام الا عاشوراء فقط. اجر الصيام في عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبل السنه الماضيه ونحن بحاجه الى تكفير الذنوب والسيئات فكلنا مذنبون والانسان منا لا يخلو من ذنب والذي يعتقد انه لا يخلو من ذنب فهذا الانسان خدعته نفسه الواحد منا بحاجه الى الاستغفار فما افضل الصيام في شهر الله المحرم وما افضل ان نصوم عاشوراء طبعا الان نحن في حراره شديده والصيام مرهق بالفعل ويحتاج الى صبر وجلد لكنك اذا نظرت الى الثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى انك تصوم ساعات معدوده ساعات وانه ليسير على من يسره الله عليه الانسان إذا أقبل على الله أقبل الله عليه وإذا سأل الله العون والتخفيف خفف الله عليه حتى الصائم هو في معية الله حتى لو شعر بالإرهاق أو التعب فينبغي عليه أن ينظر إلى الجزاء وإلى رضا الله سبحانه وتعالى وأنه في معية الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول الذي لا يقدر على صيام التاسع والعاشر أو التاسع والعاشر والحادي عشر يقتصر على صيام اليوم العاشر اللي هو عاشوراء. مراتب الصيام فيه كما قال العلماء أن تصوم ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، قالوا هذه أفضل المراتب. المرتبة الثانية هي التي قال عنها رسول الله إن عشت لأصومن التاسع والعاشر يبقى دي المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن تصوم العاشر والحادي عشر. المرتبة الرابعة أن تصوم العاشر اللي هو عاشوراء. طيب عندنا مسألة في غاية الأهمية. في هذا العام يأتي عاشوراء يوافق يوم الجمعة. وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقصد يوم الجمعه بالصيام ان نفرده وان نقصده بالصيام وحده لانه يوم عيد نقول اذا وافق عاشوراء في يوم الجمعه فصم لان الصيام مسبب ما سببه عاشوراء انت لا تقصد يوم الجمعه ولهذا قال العلماء والفقهاء ليس شرطا ان تصوم يوما قبله او بعده. هذا لمن يكتفي بصيام عاشوراء، يعني انسان صحته ضعيفه ولا يقدر الا ان يصوم يوما واحدا. ففي هذا العام لو صمنا يوم الجمعه فقط الذي يوافق عاشوراء فصيامنا صحيح ومقبول ان شاء الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ونرجو من الله سبحانه وتعالى عند صيامنا لعاشوراء أن يتقبل منا الصيام وأن يكفر عنا السيئات والذنوب السبب في صيام عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن سبب الصيام يتصوم عاشوراء ليه؟ ما السر؟ ما السبب؟ قالوا في هذا اليوم نجى الله موسى من فرعون. فسيدنا موسى صامه شكرا لله سبحانه وتعالى. نرجع مره ثانيه الى الايه وذكرهم بايام الله. سيدنا موسى محافظ على العهد ومحافظ على الشكر ان الله نجاه من فرعون في هذا اليوم فصامه شكرا لله. شوف رد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الجميل وهو نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم كيف رد عليهم قال نحن احق بموسى منكم الانبياء اخوه وفي ترابط بين الانبياء وفي قواسم مشتركه بين الاديان السماويه منها الدعوه الى عباده الله والى توحيد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. منها الحث على الاخلاق كل الاديان السماويه تدعو الى مكارم الاخلاق وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. من القواسم المشتركه اخراج الناس من الظلمات الى النور ده هدف الانبياء دي رساله الانبياء ده المقصد من بعثة الرسل ولقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور. اذا في قواسم مشتركه بين الاديان السماويه. في ترابط بين الانبياء. سيدنا النبي وهو بيقول انا احق بموسى منكم يدل على فرحه صلى الله عليه وسلم لفرح سيدنا موسى. سيدنا النبي بيشارك سيدنا موسى الفرحه والشكر لله سبحانه وتعالى ان نجاه الله في هذا اليوم. وده معناه ان صدور الانبياء لا تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا غشا ولا خيانه. قلوب صافيه. انا احق بموسى منكم. شوف الـ الـ القلوب الصافيه وشوف المحبه بين الأنبياء لنتعلم منها ولنتعلم من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي بهذه العبارة اللي لو دققنا فيها أنا أحق بموسى منكم يوسع الآفاق والمدارك ليبين للناس التسامح عندما نقول في فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين. معنى ذلك ان الله عز وجل هو رب جميع الناس ليس حكرا على احد الحمد لله رب العالمين شوف التسامح وشوف السماحه ولذلك الامام الشافعي الامام الشافعي يقول الحمد لله الذي جعل السماحه خير متجر افضل تجاره مع الله ان تكون متسامحا أن تتعامل مع الكون بالسلام النفسي، بالصفاء. ألا تحمل كراهية لأحد. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أحيانا للكفار وللمشركين. أيوه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأم أبي هريرة بالهداية وكانت على الشرك. قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. وهي مشركة. وكان يقول عندما يتعاطس اليهود عنده يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم دي اخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وده قلب سيدنا النبي الممتلئ بالرحمه الذي وصفه ربنا سبحانه وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وهم دول اتباع سيدنا النبي الذين يتصفون بالرحمه والتسامح والصفاء أنا أحق بموسى منكم يشاركه في الفرحة وفي الشكر أنا أحق أنا أولى بموسى منكم ولذلك قال له أبو هريرة مرة يا رسول الله أدعو على المشركين شوف رد سيدنا النبي وتعلم منه تعلم النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة إني لم أبعث لعانا ألعن ده وأدعو على ده منفعش ولذلك حتى أن تصبر على من أذاك هذا منهج النبوي إني لم أبعث لعانا حتى الذي يتعرض لك بالأذى وبالعداوة حتى الذي يعاديك حتى الأعداء إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ده بيقول لي نحن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يبقى أنت بتهدم كل اللي أنت بتعمله أن أنت تضيع هذا الخلق الذي اتصف به رسول الله التسامح الرحمة حتى لو كنت بتصلي حتى لو كنت بتصوم حتى لو كنت ملتزما تهدم تهدم دينك وتهدم إيمانك وتهدم أعمالك ولذلك نحن دعينا ألا نبطل أعمالنا ولا تبطلوا أعمالكم فهذا الشيء الذي تستصغره في نظرك ربما أبطل أعمالك وهدم دينك بسبب ان انت تضيع هذا الخلق التسامح والرحمه من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه يبقى سيدنا النبي يعلمنا السلام النفسي مع الكون كله يعلمنا صلى الله عليه وسلم ان نشارك الناس في افراحهم يعلمنا صلى الله عليه وسلم التسامح يعلمنا صلى الله عليه وسلم الرحمه يعلمنا صلى الله عليه وسلم الاحترام ولذلك لما راى جنازه قام واقفا بعد كده يقول لك بعض العلماء هذا الحديث منسوخ نعم حتى ولو كان منسوخا لكن شوف الشيء الجميل في سلوك سيدنا النبي شوف السلوك الجميل المقبول الذي يغير الناس ويغير اخلاق الناس ويؤثر فيهم، قالوا يا رسول الله انها جنازه يهودي. اهو انها جنازه يهودي. قال اليست نفسا اليست نفسا مكرمه؟ اليست نفسا تستحق التكريم؟ اليست نفسا خلقها الله ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فاحنا بنتعلم من يوم عاشوراء ان سيدنا النبي شارك سيدنا موسى فرحه وبنتعلم الصفاء والتسامح عشان كده نعود وذكرهم بايام الله يعني وذكرهم بايام الله لا نكتفي بالصوم ان ناخذ العبره وان ناخذ الدروس المستفاده وان نتعلم من ماضينا وان نتعلم من حاضرنا لننتفع بهذه الرساله العظيمه التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اقض حوائجنا وحوائج الناس اجمعين. اللهم اعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين. شكرا لحضراتكم واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته